الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة والتي سنتناول فيها أحكام الزكاة الشرعية وفق مذهب السادة المالكية في الشق النظري. أخي المدكي، حاول أنك تحرص على هذه المسائل اللي غادي نذكر لك إن شاء الله. أول شيء أخي المدكي، أنك تحرى أن تذبح الأضحية ديالك بعد ذبح الإمام اللي صليتي وراه في المصلى أو الإمام اللي في القرية ديالك. حتى في حالة لما كانش إمام في القرية ديالك، كتحرى ذبح أقرب إمام للقرية ديالك. وفاش ترجع المحل ديالك، المنزل ديالك، حاول أنك تستعد للذبح. أول شيء حاول أنك تختار واحد المكان يكون بعيد من الأكباش الأخرى، من الأغنام الأخرى. المسألة الأخرى، حاول تحديد الشفرة ديالك، يعني تمضي السكين ديالك، واختار واحد السكين ليكون من الحجم المعتبر، وحاول أنك ما تمضيش السكين ديالك قدام الأضحية ديالك. ثم أخي المدكي، جيب الأضحية ديالك، وفاش انت جايب الأضحية ديالك، حاول أنك ما تجرهاش على الأرض، حاول أنك ترفق بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلى أن قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا تدل على أن الإسلام دين التسامح، دين الرحمة، دين الرأفة، دين الإحسان والرفق. نعم، فاش تجيب الأضحية ديالك، حاول أنك تربط الأرجل ديالها باش تريحها، ثم تستقبل بها القبلة كما جاء في المدونة للإمام مالك في باب الذبائح. قال مالك: وبلغني أن جزارين يجتمعون حول حفرة، يجتمعون على حفرة، نعم، قال: فيذبحون الأغنام حولها، كيذبحوا الأغنام حول واحد الحفرة. هذا تيفوت عليهم استقبال القبلة، ثم أرسل إليهم من يأمرهم باش يوجهوا الذبيحة ديالهم إلى القبلة. فاش توجه الذبيحة ديالك إلى القبلة، كتستعد أولا تسمي، تقول بسم الله والله أكبر، ولا بغيتي تزيد اللهم تقبل مني، راح مزيان. ثم كتذبح من المقدم، يعني تذبح من الأمام، وتحاول أخي المدكي أنك ما ترفعش السكين ديالك حتى تكمل الذبح ديالك، وحتى لو وقع لك شي عذر أو شي إشكال رجع بالفور، يعني ما تعطلش. وحاول أنك توضح المكان ديال الذبح، يعني ديك البلاصة اللي غادي تذبح فيها حاول أنك توضحها، يعني تبعد عليها الصوف، ويعني ضغط على السكين بقوة باش تقطع الحلقوم، وهو قصبة مجرى الهواء، مجرى النفس عند الحيوان، وتقطع كذلك الودجين وهما عرقان واقعان في صفحتي عنق الذبيحة. تقطع الحلقوم بالكامل وتقطع الودجين بالكامل. كاينه واحد الحنجرة او ما يسمى باللوزة، تحاول انك تعزلها الجهة ديال الرأس باش ما تغلصمش الذبيحة ديالك. الإمام مالك رحمه الله سئل: أرأيت إن ذبح وقطع الحلقوم ولم يقطع الودجين، أو فار الأوداج ولم يقطع الحلقوم، أيأكلوه؟ قال مالك رحمه الله: لا يأكلوه إلا باجتماع منهما جميعا، حتى تقطع الحلقوم وتقطع الودجين. المسألة الأخرى اللي خاصك تحرص عليها أخي المدكي، وهو أنك ما تقطعش الرأس حتى تموت الأضحية بالكامل، وكذلك ما تبداش تقطع في الأعضاء ديالها أو في الأجزاء ديالها حتى تموت بالكامل. قال مالك رحمه الله: لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها، حتى تزهق نفسها. وباش نستدل على هذه المسائل اللي قلنا من الفقه المالكي، يقول الشيخ سيدي محمد بشار، النظم دياله معروف،
في باب الذكاء والصيد شرط الذكاء ذبح من مقدم بغير رفع قبل أن يتمم لكامل الحلقوم والوجهين بآلة تقطع كالسكين مسميا بنية والذابح من شرطه مميزا يناكح يعني أنك تسمي وهذه التسمية تكون بالذكر والقدرة لنساهم عليه تشي حاجة وكذلك الأخرس لما يقدرش ينطق كذلك معليه حتى شي حاجة وقال كذلك ويندب النحر مع القيام والذبح مدجعا بشق شامي ذبح خصك يعني طيح الأضحية ديالك وديرها على الشق الأيسر مستقبلا بما يدكي القبلة وأوضح محل الذبح حد الشفرات بمعنى أنك كتوضح المحل ديال الذبح وكتمضي السكين ديالك عارف. وكذلك نحاولوا إخواننا أننا ما لوتوش البيئة ديالنا رميو الفرت أو رميو بعض الأجزاء أو الجلد أو الأوساخ في الزنقة ونمحنوا دوك الناس اللي هم عمال ديال النظافة نحاولوا أننا نتصدقوا منها أننا نجمعوا اللمة مع الإخوان ونهديوا منها الجيران ديالنا والأحباب ديالنا وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم مما فيه الخير ومرة أخرى عيد مبارك سعيد وكل عام وجميع المغاربة وجميع المسلمين بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته